نقصت مع الرسم، بدأت الرسم من 5 سنوات. طبعا عندي الوالد رسام، كنت بحب كتير رسوم الكرتونية لأني كنت أتابع كرتون كأي طفل من سن صغير، فكانت تجربة كتير حلوة وتدربت لحالي، ما تلقيت أي تدريب ونميت الموهبة. لما وصلت لمرحلة متطورة شوي قررت أني أدخل مدرسة جديدة في الرسم، وهي اسمها الواقعية المفرطة بالإنجليش الهايبرريلزم. فقررت أني أدخل هذا المجال بسن تقريبا بعد الجامعة مباشرة، لما شفت لوحات كتير معقدة وحلوة كتير جذبتني جدا، وكنت أستغرب من قدرة الرسامين اللي اشتغلوها بأسر التفاصيل وجعل رسوماتهم تبدو بواقعية جدا كبيرة فقط باستخدام قلم رصاص بسيط. لوحة بتستغرق 100 ساعة بالمتوسط، يعني في لوحات بتاخد معي 180 ساعة 200 ساعة عمل.